اليوم سوف نعلق على فيديوهات محمد الجزء الثاني، عشان بصراحة أنا بص أنا قيمتها من زمان قوي يعني. بص مش فاكر من كام سنة، مش فاكر. المهم ايه، تقريبا من 2021. فالمهم هو طبعا دلوقتي فيديوهات كترت واتطورت اكتر، فعايز بقى اشوف لما اتطور ووصل لدرجة تطور ايه، فندخل ونشوف. فطبعا اولا كده انا هديكم في الاخر يعني التقييم النهائي كام من 10، وقيموها برضو انتم في التعليقات يعني، ماشي. وطبعا يعني انا يعني الفيديوهات بتاعته اللي انا مصورها معاه طبعا يعني مش هشوفها ديت، انا هشوف فيديوهاته لوحده بس. يعني مثلا فيديو فورتنايت اللي انا مصوره معاه ده، اللي الجزء التاني والتاني نزل ولسه ما عملناهوش، قصدي يعني لسه ما نشرتوش، يعني هيبقى موجود مش هشوفه، عشان دوت طبعا مش محتاج. طالما انا فيه فنورت الدنيا كلها 10 من 10 طبعا، صح؟ تدوني بالجزمة؟ ماشي. طيب هنشوف أول فيديو. ازيك يا شباب، معاكم محمد من قناة محمد جيمز. النهاردة هنلعب باركو بس كده روبلوكس. فيلا بينا. بصوا كده كبداية البداية شكلها كده حلو يعني، بس بصراحة يعني انا هو مش مدي انتر التليفون خالص، دي رسالة ببعتها لك، وصدقني مش هستهزأ بفيديوهاتك المرة دي، بس دي رسالة ببعت، حتى بعمل لك لايك، ما في ديسلايك اسف مسح من اليوتيوب. فالمهم انا دي رسالة ببعتها لك، قدر التليفون برضو يعني، التليفون برضو ليه مجال. فيعني ما بعملش بس يا اخي الكمبيوتر والبلاي ستيشن بس، يعني الكمبيوتر والبلاي ستيشن بس، يعني اقدر التليفون برضو على فكرة. يعني انا عندي مشتركين اكتر منك ومش بسجل غير على التليفون بس، ادي التليفون مساحته، عشان انت اخر فيديو صورته بالتليفون كان امتى اخر فيديو صورته بالتليفون كان؟ ملناش دعوة بالشورتس. اخر فيديو صورته بالتليفون كان لعب يعني، اهو كان قبل سنة. فيعني انا رسالة بعتلك، قدر التليفون برضه. نكمل. عملتها انا مختلف. ثواني هو بصوا هو محتاج، هو بصوا انا مش هقول انه محترف قوي يعني، برضو هو مش محترف قوي، انا بصراحه محترف اكتر منه في الباركور، بس يعني هو نص نص ماشي في الباركور، يعني هو نص نص بصراحه يعني. ولحظه انا شايفك لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب، انزل اعمل لايك وسبسكرايب. وعلى فكره رابط الفيديو الجزء الاول هيكون في الوصف ماشي. ايه انا بعمل ايه، ورابط قناه محمد برضه هيكون في الوصف. وات ذات يا حبيبي، وات ذات انت جالي ايه؟ بصوا يا جدعان لما بيقع كده بيكون وقع على الارض ولا على السطح، بيجي لي ايرور ساعتها. هو بصراحة الفيرست بيرسون بيبقى احلى. هي المشكلة بصراحة مش فيك، المشكلة في الباركور بصراحة، يعني شكله يعني انت اساسا اللابتوب بتاعك هيفرقع اساسا، وبصراحة المشكلة في الباركور. لو عايزين نلعب الباركور دوت يعني قولوا لي في الوصف. اوكي اصح قيموني صورتي الجديدة يعني، ما فيش مقدمة من النهاردة ماشي، عشان يعني النهاردة بس يعني في اخطاء كده، فمفيش مقدمة، في صورة مقطع بس. مش عارف اخليها ايه، اخليها صورة قناة محمد مثلا، مش عارف. نقيم فيديو. اوكي اعوذ بالله الصوت ده، انا بخاف اساسا. هي انا بصراحة انا عارف اللعبة، عملت له لايكات من عيون، انا عارف اللعبة دي بصراحة، ويعني
بصوا انا عارفها بس عمري ما لعبتها بصراحة، يعني انا عمري ما لعبت فريدي اساسا. نشوف لعبة فريدي. نصيحة يا محمد هقدمها لك، يبقى وطي صوت الالعاب وانت بتلعب. لو هتعلي الصوت يا جدع محمد بالله عليك علي صوتك شوية، لو هتعلي صوت اللعبة يعني عشان مش سامع حاجة. نقدم بسرعة بس. هو ايه دي يعني؟ انا مش فاهم بصراحة. ايه بقى الكنترول بصراحة في الفريدي عشان ما اعرف اشوف. لو فريدي عجبتني يعني ممكن ابقى العبها لكم عادي. كمبيوتري بس عايز سوفت بس واعملها لكم والله. خلاص يا جدعان نكتفي لغاية هنا. لا بصراحة طلع شجاع، عشان بصراحة بخاف من أي حاجة، أنا بخاف من خيالي حرفيا. فاحنا مش هنقيم الفيديوهات القديمة، احنا هنقيم الجديد. فايف نايت ات فريدي. أعوذ بالله. انا عارف بصراحة ان الدومة اللي في الاول جت ديت، بس انا كل اللي عارفه عن فريدي ان لو واحدة اختفت يبقى واحد اتحرق. انا خايف والمصحف. افتح الكاميرا افتح الكاميرا. لا انا لغاية هنا وسلام عليكم. يلا اعمل لك لايك بقى يا صاحبي. نو هوت انا شفت الفيديو ده قبل كده فتشوفوا بقى معاكم. بصراحة يعني كان الكمبيوتر هينفجر ليه بقى. بصوا بصراحة محمد نصيحة تانية، يعني أنا مش عارف النصيحة الكام دي. لو لعبة بتعلق عندك أحسن لك متلعبهاش يعني. ماشي ماشي كده يعني. طيب لحظة، مفيش تعابين في الأوتيل. طيب لحظة، هو المفروض يبقى في تعابين في الأوتيل؟ يعني مش عارف ايه ده يعني، الألعاب اتجننت ولا ايه؟ السلام عليكم. شكله هيبقى كله تعبين اساسا. طب اساله ايه اللي حصل في اللعبه. نعم انا بكره اللعبه دي. نلعب نشوف ايه قصدي نشوف لعبه في فورتنايت. عامل ايه في فورتنايت؟ انا شفت الفيديو ده اساسا. قرب من الشاشة بس كده.
بص محمد بصراحة هو أساسا محمد كنت شغال فورتنايت غير لما عرفت يعني خلاص عرفته مثلا. بس بصراحة يعني محمد مش بتريق عليك والمصحف، بس أنت مش مجال فورتنايت، بلاش تصور فورتنايت تاني ماشي. أنت حرفيا الأي كيو عندك في فورتنايت زيرو حرفيا. أنا نفس عقل أمونج أس هو نفس عقلي في فورتنايت، فيعني بصراحة ما تلعبش فورتنايت تاني يعني نصيحة. أنت بتموت من البوتات يعني. انا البوت الوحيد اللي مت منه كان بصراحه يعني مش هقول لكم اسمه، توقعوا من بصوا هديكم تلميح، هو بوت قوي جدا 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 ومن الاي او، فانزلوا بقى وتوقعوا من البوت اللي قتلت منه. طويلة طويلة طويلة، ما انت سحبت طويلة فعلا، سحبة طويلة جدا. جو حر يا جدعان. طيب نشوف في اخر فيديو يا جدعان. اراهن على مليار دولار هيقلد، اراهن على 500 مليار دولار انه هيقلد. فمن الاخر يعني انا عارف انه هيقلد، يلا قلدني يعني مش هيحصل حاجه. ف اخر فيديو هيكون اهي، ما شفتوش قبل كده. هو اخر فيديو لما عمل لما قلدني كان عامل على كل فيديوهاتي ديسلايك، انا عامل على كل فيديوهاته لايك يا اخي. محمد كان من الارض هنلعب روبلوكس في ماب لايت تريننج لايت السيميو لايتار. تعال نشوف التوتوريال بس اول مره اجربها. لحظة كان بيزلني بفيديو 30 دقيقة. خلاص بس ايه ده يا معلم، ايه ده 32 دقيقة يا باشا، بس كده بقينا متعادلين. هو بعد يا شباب واو فيزيكس اوكي نديله اوكي كده خلاص يعني خلاص كفاية. بصوا انا هديله تقييم اللعب وهديله تقييم الفيديو. بصوا انا بصراحه ادي فيديوهاته يعني عشان بس بصراحه يعني في شويه فيديوهات يعني بيعملها كده، مش قصدي هنا بس من غير تفكير، ف هديله 7 من 10 والله ما قصدي نهائي هنا يعني، بس انا هديك 7 من 10 يعني. دي لو انت بتشوف الفيديو دلوقتي 7 من 10 بصراحه يعني. ده بصراحة تقييمي لعبك يعني لعبك في الألعاب يعني. وانت مش قصدي انا برضو انت نوب في الباركور ويعني بتعمل فيديوهات زي نو سناك هوتيل كده بدون تفكير يعني معلش. ف اديلك 7 من 10 وادي تقييم اللعب بقى بصراحة يعني بصراحة يعني تقييم اللعب يعني لو قارنا كده انت بصراحه شكلك محترف في فريدي وفي الباركور نص نص ونص ناك هوتيل ما شفتهاش اساسا ويعني في روبلوكس يعني برضو نص نص يعني. فادي تقييمه في اللعب برضو 7 من 10 بس فورتنايت يعني بصراحه 5 من 10 يعني في لعبك في فورتنايت 5 من 10 يعني. انا طبعا مقيمو لي لعب فورتنايت اول ما اشوف الفيديو بتاع فورتنايت طبعا كده خلص الفيديو هذا كمان. ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب، ولو عايزين جزء تالت لما يطور من نفسه اكتر واكتر ابقى اعمل لكم جزء تالت. ويا محمد احسن لك تعمل النصايح اللي قلتها لك ديت. وطبعا لو عايزين تشوفوا الجزء الاول انزلوا تحت وشوفوه، انزلوا اشتركوا في قناة محمد واعملوا في كل فيديوهاته ديسلايك، قصدي لايك لايك لا ديسلايك 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 ديسلايك. يلا سلام.